بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، طابت أوقاتكم بكل خير ومسر، واصل التحديات هنا في ميدان ضي اللي حبها سكن في القلب، والفواد البل لها في القلب منزل ومرباع، سند الرقاب من نحور الوساعي نيتها مهمومة والقلب ملتاع، الهم عن قلبي تلاشى وضاعي. أذهب إلى المقدمة، أذهب إلى الصدارة مع شاهين سلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. المركز الثاني، أنظر وطالع أناظر، أيضا شاهين سلطان بن محمد بن يحيى بن أحمد. المركز الثالث مع من؟ نشوف انطالع هنالك التسلل مع شاهين مع الرزي سالم مع علي بن ثاني بن علي بن حميد رزي الشامسي. انتابع ونشوف ياهو شوط القعدة نصعوب، ياهي منافسة هنا أمامنا اللوحة 400 متر، لكن العنابي شاهين مع سلطان بن سعيد بن أحمد بن إبراهيم. هنا أيضا المركز الثاني شاهين علي بن حميد بن رزي الشامسي، ياهي منافسة. أيضا المركز الثالث مع نجدة مع عبد الله بن سالم بن حزام الفلاسي، ياهي منافسة، ياهو شوط نجدة بحثا عن الناموس، نجد القلب، نجدة بالشعار البرتقالي تهاني والناموس. يا مالك نجدة، أسعد الله صباحك يا أبو سالم. الناموس عبد الله بن سالم بن حزيمة الفلاسي. المركز الثاني مع سلطان سعيد إبراهيم مع شاهين. المركز الثاني مع شاهين أيضا علي بن حميد بن رزي الشامسي. توقيت نجدة بطلة الشوط الثامن، قعدان صعوبة. نتابع التوقيت أبو سيف. توقيت نجدة 2:18 و22 جزء من الثانية. نبارك لأبو سالم، سلام يا بن حزيم، سلام. أسعد الله صباحك بكل خير ومسرة. الناموس يا أبو سالم، الناموس. شكراً.